بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم في درس جديد من دروس لينكس. هنتكلم سوا في درسنا على الفايل سيستم هيراركي او التسلسل الهرمي لنظام الملفات في لينكس. وهنلاقي مع الدرس ده في ملف مرفق في رسمة توضيحية للفايل سيستم هيراركي. طيب احنا ليه محتاجين نعرف الفايل سيستم هيراركي في لينكس؟ لان احنا لازم نبقى عارفين احنا هنحط بالظبط ملفاتنا في اي مجلد موجود في لينكس. احنا زي ما احنا شايفين عندنا مجلدات كتير، لو احنا مثلا بنشتغل في الويندوز فبنبقى عارفين ان في مجموعه من المجلدات معينه زي بروجرام فايلز بيبقى موجود فيه اي برنامج احنا عملناه له انستول على الويندوز، بنبقى عارفين مثلا ان احنا بنحط ملفاتنا جوه ماي دوكيومنتس، بنعرف ان احنا حاطين صورنا جوه ماي بيكتشرز وهكذا في الويندوز. فبالتالي لو احنا بنشتغل في لينكس لازم نبقى عارفين بالظبط وظيفة كل مجلد بيعمل ايه علشان نقدر نتعامل مع اللينكس بطريقة احترافية. اول حاجة عندنا في اللينكس هي علامة السلاش، وعلامة السلاش هنا بنقول عليها الروت او الجذر. والروت هنا معناه ايه في علامة السلاش دي؟ لو احنا في الويندوز فعندنا السي، السي ده بنبقى عارفين ان احنا عملنا انستول للويندوز على السي. نفس الكلام هنا عندنا في اللينكس، الروت ده بيبقى المكان اللي احنا عملنا فيه انستول لللينكس بكل المجلدات بتاعته. تحت الروت هنلاقي اي مجلد تاني موجود، فبالتالي بما ان هنا الروت هو الاساس هو الجذر بتاعي، فيبقى اي مجلد موجود في اللينكس موجود تحت الروت. وعلشان نوصل له في الاول هنكتب علامة السلاش دي في التيرمينال، وهنشوف الكلام ده مع بعض في الدروس الجاية في اللينكس. خلينا نشوف مع بعض اول مجلد هنا اسمه بن. ومجلد البن ده لو احنا فتحناه مع بعض هنلاقي جواه الاوامر الاساسية لاي يوزر يقدر يستخدمها على اللينكس. خلينا لو كتبنا هنا في مربع السيرش ده cd هيودينا على الامر اللي اسمه cd، وهنشوف مع بعض الامر cd ده ان احنا بنستخدمه علشان نتنقل ما بين المجلدات في اللينكس واحنا شغالين على الترمينال. خلينا نرجع تاني للروت ونشوف المجلد التاني مع بعض، وهو مجلد البوت. مجلد البوت بيبقى جواه الملفات الأساسية اللي بيحتاجها نظام التشغيل لينكس علشان يشتغل. بنلاقي جوه مجلد البوت ملف الكيرنل لللينكس. وبعد كده عندنا مجلد الديف. مجلد الديف بيبقى موجود تحتيه أي ديفايس على هيئة ملف. اللينكس بيشوف كل حاجة على هيئة ملف، فلو دخلنا جوه الديف أي هارد ديسك احنا عاملين له اتاتش باللينكس هنلاقيه موجود، أي سي دي روم، أي فلاش ديسك أو فلاش ميموري هنلاقيها جوه الديف. بعد كده عندنا مجلد الإي تي سي، ومجلد الإي تي سي بيبقى جواه كل ملفات الكونفيجريشن للينكس. وبعد كده خلينا ندخل الأول هنا على الـ etc. زي ما اتفقنا إن الـ etc بيبقى عليه ملفات الـ configuration للينكس. لو كتبنا هنا في السيرش host name هيطلع لنا ملف الإعداد بالـ host name اللي احنا لو كتبنا فيه اسم الجهاز اللي احنا موجودين عليه، ادينا له اسم مثلا لو سميناه يوديمي أو سميناه ترك، هيخلي الماشين اللي احنا شغالين عليها بنفس الاسم اللي احنا اخترناه. يبقى احنا كده اتفقنا ان مجلد الاي تي سي بيبقى موجود تحتيه مجلدات ملفات الاعداد او ملفات الكونفيجريشن لللينكس. بعد كده عندنا مجلد الهوم. اي يوزر احنا بننشئه على اللينكس بيبقى له مجلد هوم داخل مجلد الهوم الاساسي هنا. لو دخلنا جوه مجلد الهوم هنلاقي ان في يوزر اسمه ام تورك. ولو نفتكر ان احنا انشأنا اليوزر ده مع بعض واحنا بنعمل انستول لللينكس، يبقى خلينا متفقين دلوقتي ان اي يوزر هنعمل له انشاء او هنعمل له كرييت على اللينكس هيبقى له مجلد هنا داخل مجلد الهوم. وبعد كده عندنا مجلد اللب ده بيبقى جواه ملفات اللايبراري. خلينا ندخل جواه. ده بيبقى موجود جواه الموديولز بتاعت الكيرنل وشوية ملفات بتبقى شيرد او مشتركة ما بين الابليكيشنز على اللينكس. بعد كده عندنا هنا مجلد
الـ MNT أو الماونت، والمجلد ده بيبقى جواه أي ميديا إحنا بنضيفها على اللينكس، سواء كانت CD روم أو فلاش ميموري لو حطيناها وإحنا مشغلين نظام هنعمل لها ماونت أو هنضيفها داخل مجلد الماونت. وبعد كده عندنا مجلد البروك، ومجلد البروك بيبقى جواه الملفات اللي فيها معلومات عن نظام التشغيل أو الجهاز اللي إحنا شغالين عليه. لو دخلنا على مجلد البروك سوا وكتبنا هنا في السيرش CPU هيطلع لنا ملف اسمه CPU info، بيبقى جواه معلومات عن البروسيسور، نوع البروسيسور والكاش اللي على البروسيسور. هلغي هنا البحث ونرجع للروت. بعد كده عندي هنا مجلد اسمه روت، وده مجلد الهوم لليوزر روت، وخلينا نتفق ان في فرق ما بين الروت اللي هي السلاش وما بين مجلد الروت. الروت اللي هي السلاش اللي هي فوق هنا اتفقنا ان هو ده المكان اللي احنا بنعمل عليه انستول للينكس، لكن مجلد الروت هنا ده مجلد الهوم لليوزر روت. طب ليه مجلد الهوم لليوزر روت مش موجود في مجلد الهوم الرئيسي؟ مجلد الهوم للروت مش موجود في مجلد الهوم الرئيسي لان دي حاجة ليها علاقة بالسيكوريتي، ان احنا لازم نفصله عن اي مجلد هوم تاني لاي يوزر تاني. بعد كده عندنا هنا مجلد الاس بين، والاس بين هو شبيه بالبن، هو الاس بين هنا بيشيل الاوامر اللي بيعملها الادمنستريتور اللي معاه كل الصلاحيات على اللينكس. لو دخلنا على الاس بين وكتبنا هنا في السيرش مثلا اف ديسك هيطلع لنا الامر اف ديسك اللي احنا بنقسم بيه الهارد ديسك، وطبعا الامر ده ما يقدرش يستخدمه الا حد معاه كل الصلاحيات على السيستم. هلغي البحث هنا ونرجع للروت تاني. بعدين عندنا هنا مجلد التيم، مجلد التيم بيبقى جواه ملفات ومجلدات مؤقتة ممكن يكون بيستخدمها برنامج لفترة زمنية معينة، أو إحنا بنعمل انستول لأبليكيشن بيحتاج إن هو يحط ملفات هنا لغاية لما يخلص عملية الانستليشن. وطبعا بما انها ملفات ومجلدات مؤقتة لما بنعمل اعادة تشغيل لنظام تشغيل لينكس كل الملفات اللي هنا بتتحذف. ومجلد التمب ما ننصحش ان انت تحط فيه ملفات مهمة، لان مجلد التمب اي يوزر على اللينكس ممكن يقدر يكتب فيه ويعدل في الملفات اللي جواه. هرجع تاني للروت. واخر حاجة نشوفها مع بعض في درسنا هو مجلد الفار. مجلد الفار بيبقى تحتيه الملفات اللي في احتمالية ان هي مساحتها تكبر مع الوقت، زي ملفات اللوج، زي ملفات الميل. لو عندك داتابيز MySQL MySQL هتلاقي ملفاتها موجودة تحت الفار. وفي الغالب احنا لو بنشتغل في بيئة حقيقية لينكس يعني بنحط الفار ده في بارتيشن لوحده، والبارتيشن ده بيبقى مساحته كبيرة. وبكده نكون اتعرفنا سوا على لينكس فايل سيستم هيراركي. شكرا لكم على متابعة الدرس، واشوفكم في الدرس الجاي بإذن الله.